عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بيك في برنامجنا فكره لبكره. عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من برنامج فكرة لبكرة. كلمة أسيء فهمها وحتى أسيء نطقها مش عارفين إن كانت تتنطق بالفتحة ولا بالكسرة. الكلمة دي هي كلمة العلمانية. بعض الناس بينطقوها العلمانية بفتح العين بعض الناس بينطقوها العلمانية بكسر العين بعض الناس بيفضلوا إن هم يتكلموا عن الكوكبية والحقيقه في جدل كبير جدا في العالم العربي حول هذه الكلمه. فريق كبير جدا من الناس بيصور هذه الكلمه على اعتبار انها ترادف الكفر والالحاد. هل الكلمه دي فعلا مع الكفر والالحاد؟ هل الكلمه دي ضد الدين؟ هل الكلمه دي بتحتوي الدين؟ سعداء جدا ان يكون معنا في هذه الحلقه الاستاذ الدكتور مراد وهبه استاذ الفلسفه بجامعه عين شمس اهلا وسهلا بيك يا دكتور اهلا بيك آه خلينا نبتدي بالتعريف الاول يا ترى ايه رايك في الكلمه هل هي علمانيه أيوه. ولا علمانيه وايه الفرق بينهم آه. لا سؤال هام لانه يتوقف عليه فهم العلمانيه نفسها م. هي هي كده بكسر العين هي لو قلت علم بفتح العين هتبقى علمانيه من العالم مم. تمام لو عملت كسر العين هتبقى العلم لا آه. هي بالفتحة بالفتحة العلمانية هقول لك ليه اه مم. لانه سواء انت اخذتها في اللغه العربيه او في اللغه الاجنبيه هتلاقيها العالم. اه. ومجمع اللغه العربيه اقر مساله العلمانيه بفتح العين من علم. آه. علم يعني العالم. العالم. في اللغه الانجليزيه لما نقول secularization الاصل بتاعها لاتيني سيكولوم. سيكولوم يعني العالم. <applause> بس في لفظ لاتيني اخر موندوس يعني العالم برضه العالم آه لكن تركناه ما ينفعش ناخد من موندوس لا من سيكولوم ليه؟ لانه موندوس معناها العالم الثابت بينما سيكولوم العالم المتغير فاخدناها من سيكولوم سيكولاريزيشن يعني العلمانية من العالم المتغير يعني كل شيء في حالة تغير كل شيء كل شيء في حالة تغير يعني كل شيء في حالة نسبية م. يعني ما في شيء مطلق إحنا ممكن نقتنصه في العالم نصطاده في العالم لأنه كله متغير اللي حتقوله النهارده هيتغير بكرة م. والبرنامج بتاعك اسمه فكرة لبكرة م. معنى ان في تغير البرنامج نفسه بتاعك هيتغير أيوة. برضه مع الوقت طب. ويطرح افكار جديده الى اخره يعني <applause> فاحنا هنتفق على مساله انه العلمانيه بفتح العين وانا وجدت زي ما سيادتك بتقول انها متهمه بالكفر والالحاد طب قبل ما نخش على الجزئيه دي هل لا. في علاقه بينها وبين الكوكبيه اه في, في 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 فرق وفي علاقه. اه الكوكبيه من في اللغه العربيه يعني من كوكب الارض. اه في كواكب كثيره تمام. لكن المقصود بها هنا كوكب الارض. آه. في اللغه الاجنبيه احنا بنقول جلوبالايزيشن آه. الاصل اللاتيني ايه؟ جلوبوس. آه. يعني ايه جلوبوس؟ كوكب الارض. اه فانا ترجمت جلوباليزيشن بالكوكبية مش بالعولمة العولمة هتنقلك على موندوس وقلنا ان موندوس ما تنفعش اللي بينفع لفظ اخر فجلوباليزيشن معناها كوكب الارض ماذا حدث لكوكب الارض هو دي هي دي القضية ما بنقولش ماذا حدث العالم لا ماذا حدث لكوكب الارض بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية والمصطلحات المشهوره انترنت ايميل اه، اي كوميرس تجاره الالكترونيه كلها الكترونيه الفضائيات فضائيات كل دي نسفت المسافه زمنيا ومكانيا يعني احنا قاعدين اهو في لمح البصر يبقى واحد في استراليا او في امريكا راح يسمع فيش مشكله انت عايز تبعت خطاب في لمح البصر يصل ما فيش مشكله لا مكان ولا زمان ولا زمان مم. وبالتالي الكوكبيه مرتبطه بموت المسافه مم. مم. شيعناها مم. طبعا ده يستلزم تغيير الذهنيه آه. عشان الذهنيه ايضا تفكر بدون آه مسافات زمنيه ومكانيه ذهنيه الانسان ذهنيه آه الانسان مم. صعب في الاول صعب لكن مع الوقت هنعتاد على هذا بحيث انه هيبقى فيه تسريع في العمليه الذهنيه آه آه. يعني حتى اللغه هيحدث فيها تغيير وتبقى مختصره وموجزه انت النهارده ما صعب انك انت تقرا كتاب 500 600 صفحه لانه آه هياخد وقت كتير آه تاخد زمن آه. واحنا قلنا موت الزمان اه, آه. آه. ف كل شيء لازم الاول نميته بالنسبه لانه كان وضع تقليدي اه فدلوقتي انت تكتب مقال يكون اقوى اه حاجه أيوة. حاجه مختصره ايوه مختصره تحط فيها الفكره الرئيسيه بالضبط. ولذلك تلاقي الصحف دلوقتي كلها اغلبها مليانه مقالات آه. يعني مليانه افكار مكثفه اه اه وموجزه بحيث انه في لمح البصر تقدر تلقط الفكره تمام اه البعض اذا كان تستهويه الطريقه التقليديه يعمل مقال لكن مع عبارات انشائيه آه 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 مش هينفع الكلام الطويل الكلام بقى المرسل من... بقى ده ما ينفعش دي كانت لغه زمان فمستهلكه يعني م... آه بالضبط اه فلازم ايضا اللي عايز يكتب في اطار الكوكبيه لازم الدقه في استعمال اللفظ والدقه في استعمال المعنى حتى انه يبقى مركز ف يلتقط الافكار الرئيسيه في اقل مده زمنيه. طيب دلوقتي يعني العلمانيه م. مصطلح انا شايفه مشوه في العالم العربي. أيوة. ناس كتير قوي تجيب سيره العلمانيه ايوه يقول لك كفر. تمام فلان علماني يعني كافر. ايوه يا ترى مين اللي شوه المصطلح ده؟ وهل هي فعلا كفر؟ يعني فهمنا جايز تكون كفر؟ انا اظن انا اظن انه السلطه الدينيه هي السبب في تكفير العلمانيه، انا أقول لك ليه؟ تقصد بالسلطه الدينيه اي سلطه ايا كانت ايا كانت ايا كانت على كوكب الارض م. هي مسؤوله عن تشويه العلمانيه، انا أقول لك ليه؟ لانه السلطه الدينيه تتوهم م. انها تملك الحقيقه المطلقه. م. لانها هي شغلتها ايه؟ شغلتها انها الرساله الدينية اصلا هي رسالة ايمانية تمام يعني الانسان بيؤمن برسالة م. وبعدين يعمل عقل م. فنشأت فئة اللي هي رجال الدين م. قالت انا مسؤولة عن البنود بتاعة هذا الايمان هكتبها ونحفظها ونسمعها واللي يخرج عنها يبقى خرج عن ايمانه اه يعني في اطار في اطار مم. فربطوا بين الايمان والبنود آه. اصل البنود البنود دي ما كانتش موجوده مم. ده السلطه الدينيه وضعتها وفرضتها مم. اه يخرج خارج هذا النطاق يبقى آه خارج الايمان يعني ملحد اه فاذا السلطه الدينيه طيب هل السلطه الدينيه ممكن يعني تتواضع وت وتتصور انه آه البنود اللي بتعملها آه بنود في حدود الذهن البشري ولا دي بنود في حدود ذهن الهي مم. وتجيب منين الذهن الالهي؟ يعني تجيب منين العقل الالهي عشان تقول انا فاهمه؟ يعني هم مش جايز ان هم بيكلموا ربنا وربنا بيكلمهم وهو اللي بيلهمهم ان هم يحطوا البنود دي؟ آه بس هيكلمهم ما هو الفكره انه هيكلمهم ازاي يعني ما هو لازم يفهموا انه المحاولات اللي بيعملوها آه في اطار النص الديني م. هي محاولات بشريه في في مساله وضع البنود. اه فهمهم للنص يعني. آه انا اقول لك هات لي دين ما فيهوش فرق آه مختلفه مختلفه ومتصارعه. اه اه, آه كله متصارع. آه اذا خدت المسيحيه هتلاقي صراع بين ال البروتستانت والكاثوليك في الاسلام هتلاقي صراع بين الشيعه والسنه اي دين هتاخده ليه؟ لانه الـ 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 الوهم اللي بيسيطر مم. في هذه الحاله مم. على السلطه الدينيه ايا أن كانت مم. انها تملك الحقيقه المطلقه فاذا انت اعترضت ولا تحفظت على اي بند داخل الحقيقه المطلقه مش هتلاقي نفسك مم. ما هو هيكفروك في الاول مم. وبعدين يتلوك اذا لازم الامر إذا كنت هتفضل تعاكس خلصوا منك. <applause> أنت العصور الوسطى ما هي كده. كان صراع دموي. دموي أيوه العصور الوسطى. آه. طيب ده هيخليني أسأل حضرتك، حضرتك قلت إن السلطة الدينية هي اللي ورا تشويه المصطلح. آه. أوكي. خلينا بقى آه يعني نرجع المصطلح لمكانه الحقيقي. أيوه. عايزين نصلح الفكرة لدى السلطة الدينية. بالضبط. هل العلمانية كفر؟ أنا أقول لك. دلوقتي العلمانية بتتناول كل احداث تحدث على كوكب الارض بنتناولها بعقلية بشرية نسبية ما بنتناولهاش ابدا بعقلية مطلقة اذا تناولناها بعقلية مطلقة آه التطور الحضارة يتوقف آه. آه. وده أول خطر يصيب الحضارة إنك تتجمدها عن طريق الحقيقة المطلقة فالعلمانية بتنقذ عملية التطور م. م. مين في العالم لا يرغب في التطور مين في العالم لا يريد أن يحسن معيشته م. كل ده يتم بأسلوب نسبي اللي هي العلمانية ولذلك أنا تعريفي للعلمانية هي التفكير إن النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. اه انا اعتقد ان ده تعريف خاص بحضرتك أيوة. انا قريته في اكثر من مرجع ايوه ده فضلا طبعا عن التعريفات اللي كتبوها اخرين لكن تعريف حضرتك انا حاسس انه سهل وبسيط أيوة. التفكير في النسبي بما هو, هو نسبي, نسبي وليس بما, بما هو, مطلق. هو مطلق. طب يا ريت بس يعني تبسطه لنا. اه ده آه يعني يعفيك من ايه بقى؟ م. يعفيك من انك انت ما تبداش على طول فصل الدين عن الدوله. م. يدخلك في ربكه. آه. لكن علشان تدخل بهدوء م. على هذا الفصل بين الدين والدوله انك انت تدخل بتفكير علماني. م. فانت بتيجي في التفكير العلماني انك عايز تعالج مشكلة زي انفجار السكان. تمام. مشكلة كوكبية مم. مش بس في مصر يعني. في العالم. كو... في العالم مم. كوكبية. طيب تحلها ازاي؟ هتجيب السلطة الدينية هتلاقيها منقسمة. هتقول لك خلف كتير. خلف كتير. مم. يا ما تقول لك ما تخلفش. <applause> يا ما تخلفش. طيب بينما الخلف كتير وقليل. مم. المسألة نسبية ليه؟ لأنها مرتبطة بكل بلد. يعني مثلا الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك كان يحث المراه على النسل. طب ليه؟ ليه؟ لانه عنده اراضي شاسعه في حاجه الى عمال. آه. تجيبهم منين؟ لازم تنجب. مم. والمراه السوفيتيه انا عشت هناك سنه شفت المراه السوفيتيه معانده لمساله الانجاب. طيب تيجي في مصر المرأة معاندة لعدم الإنجاب يعني عكس المرأة السوفيتية رغم أن احنا ظروفنا هنا تستلزم الحد من الإنجاب تمام آه لكن ما, ما, ما فيش إنصات لأنه السلطة الدينية بتعمل فتاوى ضد ضد آه تحديد الناس تحديد الناس فلما تاخد أي مشكلة هتلاقي يعني حتى في الطب آه الطب مثلا، طيب الطب ده معمول ليه؟ علشان إطالة عمر الإنسان. مم. احنا يعني ظاهريا نقول إيه؟ واحد مرض هات الطبيب. بس في العمق هات الطبيب عشان يطول عمره. مم. لما يكشف عليه ويديه. يكشف علاج. يكشف عليه ويعلجه. وإحنا مش عايزينه يموت يعني. لا كلنا. مش كده؟ اه. آه ومحدش يحب يموت. اه طبعا. وأخيرا في ااا آه 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 اطباء علماء. خدوا جايزه نوبل تحت عنوان شباب الى الابد. يعني ايه شباب الى الابد؟ شباب ابدي، يعني يفضل الانسان شباب ولا يشيخ ولا يموت. ازاي الكلام ده؟ ايوه ما هو انت انا انشغلت بالفكره دي من, من حوالي عشرين سنه كده يعني وكنت دعيت لمؤتمر يحضره اطباء وكان عنوان بحثي حياه بلا موت. حياه بلا موت بلا موت اه مم. فانا في البدايه يعني قلت اذا كان الطب شغلته انه يطول الحياه مم. طيب هيطولها خمسين ستين سبعين 100 200 طب فين الحد اللي الطب يقول كفايه مم. مفيش مم. مم. مفيش حد فانت ممكن تفضل بالصيانه تستمر انا العقبه كانت امامي ولا خليت تحمست الفكره مرض السرطان م. لان السرطان عباره عن تحول خليه سليمه الى خليه سرطانيه آه. يعني ايه خليه سرطانيه يعني فيها طاقه حيويه رهيبه تاكل الخلايا الاخرى م. م. يعني ده مش مرض لا اصل جرثومه ولا فيروس ولا حاجه يعني انا قريت الطب يعني واستشرت مفيش لكن ده عبارة عن ايه بقى اه 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 توزيع ظالم للطاقة الحيوية بين الخلايا آه. زي الغني والفقير اه خلايا ثرية جدا بالحياة تفقر خلايا اخرى تقول لها اكل مع الوقت يموت الانسان طب هنا مش ممكن يجي لك واحد يقول لك ان كل واحد مكتوب له يوم لازم يموت فيه لا دي بقى هتيجي ازاي؟ أه ما هنوقف الطب بقى في الحاله دي اه نمنع آه. اه ما انت حاجه من اثنين اذا قلت كده يبقى هو وقف الطب آه. اه, مش عايز توقف الطب وعايز تطيل الحياه اهلا وسهلا وانا اقول لك الدليل عند البشر انه هو متحمس لاطاله العمر انه آه النهارده زمان كان العلماء الفلاسفه يموتوا في سن 50 ده في 48 يا. ايوة كان عمرهم قصير ايوه واحنا من عظمه الفيلسوف او العالم يعني عايش دلوقتي بيعيش مده طويله وانت اما تلاقي اصحاب البحشات دول بالملايين دلوقتي ايوه <applause> <applause> عشان اطاله العمر هي صدقني فكره جميله هتخلّلنا ناس كده عظماء زي حضرتك يعيشوا طويلا آه بس هي مشكلتها ان في ناس اشرار برضو يعني العالم آه بالتاكيد مش آه عايز هتحب تتخلص و... منهم يعني <applause> لا ما هو شوف هو ما هو اسلوب الانسان هيتغير لما يشعر إنه هو قدامه يعني زمن هيعيش فيه آه ما يقدرش يعذب نفسه بقى مم. هيبتدي يغير في اسلوب حياته عشان يستمتع فانت حضرتك تقصد من هذا العرض إن أنا طالما أنا في العالم كل ما في العالم نسبي أيوه. وبالتالي أنا أفكر في هذا العالم النسبي أيوه. بما, هو نسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق أيوه. تقصد إيه حضرتك بقى ليس بما هو مطلق؟ برافو برافو هو ده السؤال في الصغير. أقصد أقول أنه أنا ما بحرمش الإنسان من التفكير في المطلق آه. موجود التفكير آه. في المطلق وهام لانه الانسان برضو مهما كان يحب يستريح في الاخر اه يقول لك هي كده بقى وخلاص بقى اه فبس ياخد باله لما يجي في مرحله يقول فيها هي كده وخلاص يبقى على وعي بانه آه هيتحرك بالتالي برضه آه. عشان الوا الواقع اللي امامنا ده بيتغير آه. فانت الفكره اللي انت قلت خلاص وقفت عندها هتلاقي الواقع يجرك ويقول لك لا ده انا بتغير اتغير معايا والا ساطيح بك بك لان انا عندي التطور اهم لانه هيتركك اذا انت قلت هنا وفقط ومفيش بعد كده والواقع عمال يتطور يخرجك يعني بره الحضاره يعني ايه حكايه الهند الحمر؟ ما الهند الحمر رفضوا انه يسير الحضاره آه. انتهوا واي دوله واي شعب بيرفض التطور يطرد من الحضاره فما فيش واحد عنده قدره انه يوقف الحضاره بحجه انه انتهى الى المطلق الحقيقه المطلق فالمطلق ده مجرد حافز عشان الانسان يفحص لعل وعسى لكن يفضل في العلة وعسى دي تمام آه. يعني إذًا الدين له مكان في العلمانية. آه طبعًا له مكان في العلمانية آه بشرط. آه إيه الشرط بقى؟ آه. إنه ما يفرضش نفسه. آه على العلمانية لأنه إذا فرض نفسه هيفرض نفسه كحقيقة مطلقة. آه وبالتالي هيصادر على أي حاجة. آه هيصادر على أي حاجة والعلمانية هتقول له لأ. آه أنا الواقع هيمنعك. م. فهو هو بقى وايه وإرادته آه يعني هو مستمتع بالحقيقه المطلقه آه. دي بينه وبين نفسه ما يفرضهاش لا ما يفرضهاش اذا طردها آه يرفض آه. وقد يتوهم آه انه عنده قوه يقدر يسيطر لكن مصيره آه. الانزواء والطرد من الحضاره العصور الوسطى آه. انا هنا هي الان في اوروبا انتهت تمام هتلر انتهى موسوليني انتهى اي شخص دوغماتيقي يعني عنده حقيقه مطلقه عايز يفرضها ينتهي فمن الافضل للانسان ان هو يعيش علمانيا طب ده عايز اختم مع حضرتك بقى بسؤال حوار معاك شيق آه تفتكر حضرتك مفيش ناس آه علمانيين يظن انهم بفكرهم العلماني يمتلكوا الحقيقه المطلقه آه. ويتحولوا مره تانية لسلطه علمانيه امام السلطه الدينيه اه هقول لك آه هو يعني سلط... هل تعريف حضرتك للعلمانيه ده هل تعريف مطلق لا ما هو مش مطلق ليه م. هقول لك آه لأن هو في حاله نسبيه اه هو في حاله نسبيه فانت عايز تغيره يبقى يبقى مطلق م. م. مش هتغيره عشان يبقى نسبي. لا لان هو نسبي. هو نسبي. اه انت عايز تغيره؟ اه في طريق المطلق. م. بس هو هيمنعك، التعريف يمنعك. اه اه ادي آه. آه القضيه، ولذلك انا بقول انا بقول انه الانسان عنده اشتهاء انه يصل الى الحقيقه المطلقه. م. ده تاريخ البشريه. ويضطهد اللي يقف ضده، اللي يمنعه من توهم اقتناص للحقيقة المطلقة العلمانية آه. آه. العلمانية هي اللي يشفينا من الوقوع في الدوغماتيقية يعني مش مش حكاية انه انه العلمانية تقع في الدوغماتيقية لا ده هي اللي تمنع الديمقراطية الدوغماتيقية ليه؟ لأن هي في صميمها نسبية آه. لأن نفسي أصل مصطلح الدوغماتيقية ده انا اعتقد ان كثير من المشاهدين يحبوا يعرفوا هو حضرتك تقصد ايه بيه بالظبط اه كويس الدوغماتيقيه من لفظ يوناني آه دوجوي دوغوي آه الفعل يعني بمعنى يفكر آه. او يرى او يظن بعدين تحول الى اسم دوغماتيكوس يعني الشخص اللي بيفكر وبعدين في القرن الرابع الميلادي الضغمة خدت معنى جديد المعتقد وده في المسيحية المسيحية هي أول دين وضع لفظ الضغمة في إطار ديني يعني في اليهودية ما كانش فيه لا الضغمة تقرية في القرن الرابع اتعمل قانون الايمان واتحطت البنود أوه. واحنا ماشيين عليه من القرن الرابع وانتقل الى الاديان الاخرى بقى اه الاديان الاخرى ايضا بدات تعمل دوغما يعني بنود أوه. للمعتقد وتحافظ عليه وممنوع تغييره يقول لك غيره يكفر الدوغماتيزم احنا فضلنا على الحال ده لغاية القرن ال 18 اتهزت شوية الدوجمنطيقية دي م. اللي هي توهم امتلاك الحقيقة المطلقة آه. هنا ابتدى العالم يدخل في إطار النسبي اه عشان يخش في النسبي دخل في أزمة م. في القرن ال 17 آه في أوروبا م. لأنه كان في حاجة اسمها الحق الإلهي للحاكم حق الإله الحاكم هي الدوجمة الدوغماتيقيه إنه هو معاه المطلق ويحكم به وممنوع منعا باتا الاعتراض عليه وده كان نظام اقطاعي الاقطاع مع السلطه الدينيه الدوغماتيقيه طبعا حصل منع للتطور وحصل مذابح ف في القرن ال ال السابع عشر لما قامت الثوره الانجليزيه 1688 كانوا يسموها الثورة الانجليزية المجيدة ليه؟ لانه ضربت الحق الالهي الحاكم. لما ضربت الحق الالهي الحاكم حصل فراغ. فجاء فيلسوف اسمه جون لوك. قال والله في فراغ لازم نملاه. فملاه بنظرية اسمها العقد الاجتماعي. يعني ايه العقد العقد الاجتماعي؟ طيب أنا شايف إن حديثك في الموضوع ده لا. هيحتاج مننا أيوه. وقت طويل. أيوه. لكن اسمح لنا ان احنا نشكر حضرتك على المعلومات القيمه في هذه الحلقه مع وعد ان احنا نتقابل في لقاء ثاني ونستكمل الحوار مع بعض عظيم عزيزي المشاهد عرفنا من الدكتور مراد وهبه ان المصطلح هو العلمانيه وليس العلمانيه العلمانيه هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق وده تعريف صدقه الاستاذ الدكتور مراد وهبه. عرفنا ان العلمانيه ليست ضد الدين. العلمانيه تحتوي الدين لكن العلمانيه تتعامل مع النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. عزيزي المشاهد اتركك في رعايه الله والى ان نلتقي في حلقه جديده وبرنامج فكره لبكره.